نروح نبحث عن شروحات حتى نبين لكم حقيقات شروحات الألعاب المختصة. طبعا ممكن هم يعني سوري لأن جمعتهم كلهم تقريبا، طلع لك 2 أو 3 يوتيوبرية ما أدري أجيب اسمهم، شروحاتهم حقيقية لأن يشرحون بالعرب وبالإنجليزي. فنكتب انتقالات رايت موشن، طيب رايت موشن و سي سي حلو. يعني شوفوا اذا تقلبون ذني كلهن، شوف اخذ لك دائما الفيديوهات اللي متكونة من 4 دقائق ونازل، 5 دقائق اوكي، 3 دقائق، او مثلا تقول شلون اقدر اطلع. تقدر تدخل هنا على 3 نقاط، سواء على 3 نقاط وعلى الفلترز، وتروح على الخيال الرابع حتى لو كان باللغة العربية، وتختار 4 دقائق فقط. بعدها تعطي البحث وراح يطلع لك فيديوهات كلها 11 دقيقة ماكو اوكي، نادرا ما تلقى واحد مسوي لك شرح 6 دقائق. المشكلة اذا تسوي شرح حتى لو 5 دقائق لا تحكي بصوتك، احكي كتابة اوكي، احكي كتابة كتابة كتابة. شوف شوف، طبعا راح استخدم الترجمة افضل اسرع. اذا كنت بانجليزية هذا لسنة اوكي. طيب وش طلعت انا؟ لازم اكتب شو اسمه بحث لايت موشن انتقالات، نبحث هسه بس على الترانس اوكي. طبعا شوفوا 8 دقائق اوكي ومختصرة، شوف 3 دقائق ومختصرة، وكتابة يكتب لك كتابة. شوف شو حاتم شلون حلوة. زين انتم ليش تصعبون الموضوع؟ انتم ليش تعقدون السهل فيه؟ شوف السهل سموث وانتقالات وايضا تعليم، يعني بنفس الفيديو مختصر لك اياها ب6 دقائق. وشوف يعني شوف مشاهداتهم، اللهم صل على محمد وآل محمد. زين يعني شوف هم جاي يكتسبون شغلتين، 3 شغلات يكتسبون بصراحة، ويجوز هم 5 الشغلات الأساسية اللي قاعدين يكتسبونها الأجانب. أولا الفيديو قصير ومفهوم على أي واحد، وحتى ما يعرف يقرأ إنجليزي يفهمه. زين لأن خطواتهم موضحة. زين مثل هسه هاي جاي يشوفونا بالشاشة البيضاء، هاي النقطة البيضاء لما تضغط على الشاشة مخلينها ظاهرة على مود الوادم تفهم أكثر. النقطة الثانية اللي قاعد يكتسبونها مشاهدات. النقطة الثالثة قاعد يطشون. زين يا أخي بساطة، يعني شوف بسيطين. شوف هسه هذا هنا عندك 13 دقيقة، هنا هذا يعني مختصر لك اللايت موشن اختصار مو طبيعي، يعني كل شيء زين تمام. هذا 21 دقيقة يسوي لك اديت كامل، احنا الاديتات نطول بها اكثر من 5 ساعات. زين يختصر لك الاديت ب21 دقيقة. زين يعني شروحاتهم اسطورية بمعنى الكلمة، ولا واحد كذاب. خليك الشغلة يلا. زين ولا واحد بيهم يضحك على المتابعين ومستغل الموضوع مال الطشة مال الترند مال لايت موشن والتعليم. اشتادون بعد. زين ماكو هيج ماكو هيج، ما احنا ما طول الكذب هذا بداخلنا يعني مستمر بكل مكان. زين تعقيد يسووا لك السالفة وكأنما شوف حتى مال بوبجي. زين مال بوبجي هذا الانتقال مال الافكت مال الثلاث استغفر الله يا الهي، المهم فهمتوا انتم. زين انتقالات الاسكوب وللاندرويد كاتبينها مو بس للايفون، يشرحون للاندرويد ومهتمين بالاندرويد اكثر من الايفون، لان ابو الايفون ما ابو الاندرويد مظلوم، ابو الايفون ما يحتاج شرح له هاي. زين يا اخي بطلوا كذب احمد دينكم اليوتيوب، وانتم العاب بطلوا كذب احمد دينكم. شرحوا لكم شروحات مختصره 5 دقائق، 4 دقائق بيا خير، يعني خلي يصير باسكم حظ. استغفر الله العظيم.